قال ومن شرطها أي من شرط الجمعة العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان. أما العدد فتقدم الكلام فيه، فلا تقام الجمعة إلا بعدد، وهذا من حيث الجملة متفق عليه وإن كانوا اختلفوا في العدد المطلوب. الاستيطان وهذا متفق عليه أيضا، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في غير سفر. وإذن الإمام هذا محل خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنه ما عدا الجمعة الأصل يشترط إذن الإمام، ما عدا الجمعة الأصل يعني في حال تعدد الجمعة يشترط إذن الإمام لكل جماعة جديدة. أما فيما يتعلق بأصل إقامة الجمعة فإنها من سائر الصلوات التي لا يحتاج فيها إلى إذن الإمام، لكن فيما يتعلق بما يتصل بإقامة الجمعة في المساجد يشترط لها إذن الإمام، لأن ما زاد على الجمعة الأولى يرجع فيه إلى الإمام من حيث دعاء الحاجة إلى تعدد الجمعة أو لا. قال والخطبتان أي يشترط فيها خطبتان، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه، فلو اقتصر على خطبة واحدة لم تصح صلاته، وكذا لو لم يخطب فإن لا تصح صلاته.